مساء الفل كابتن والصديق والعالمي حكم الدولي السابق جمال الغندور. مساء الورد يا صديقي. مساء الخير يا فندم، تحياتي ليك وهابي فالنتاين دي. اهو انت اهو انت. لا والله بتبقى في حاجات كويسه وحاجات جميله قوي صراحه في طبعا اليوم طبعا دوت. طبعا. وهقول لك على حاجه، انا والله العظيم امبارح جات لي هديه غاليه جدا عندي من زوجتي وام اولادي، ربنا يخليها لك يا رب. برغم ان انا الحقيقه انا ما جبتلهاش هديه لغايه دلوقتي في اليوم ده، لكن هي جابت لي هديه وانا كنت فرحان بيها جدا جدا جدا. يا سلام. فبالتالي انا ما كنتش معترف باليوم ده، ابتداء من السنه دي عشان جات لي فيه هديه هبتدي اعترف فيه. لا وانت موقفك حرج دلوقتي، لازم تبادر وتسارع. انت مزنوق مزنوق مزنوق. لا تحياتنا بالعكس والله. تحياتنا للزوجة الفاضلة والأسرة كلها يا كابتن جمال. والله تامر، انا طبعا متابع المقدمه بتاعتك من البدايه، واعتقد انك انت لخصت الموضوع بشكل كبير جدا. يعني تمام. انت مش محتاج مداخلتي دلوقتي. لا العفو، مبدئيا ازاي ده انت الخبير لا والاستاذ. بتكلم بجد، مبدئيا هرجع بس اتكلم بجد عن شويه امور. فكره انه اي حكم في الدنيا مهما كانت مباراته واللي بيديرها ومهما حصل حق له، ده مش من وجهه نظرك او وجهه نظري، ده قرار الفيفا، لا يحق له ان هو يتكلم في اي امور فنيه تخص المباراه. ده قرار الفيفا. طبعا ده قرار الفيفا. يعني مش انا بقول ان الصح كذا، لا ده دي تعليمات الفيفا وقانون الفيفا. دي تعليمات الفيفا وقانون الفيفا اللي كانت موجوده من ساعه ما انا كنت حكم وموجوده لغايه. تمام. فبالتالي ابراهيم اخطا طبعا ان هو خرج يتكلم عن او يبرر اي خطا او يوضح اي خطا مش من حقه. تمام. وزي ما انت قلت، عشان كده بقول لك انت لخصت الموضوع، المكلف بهذه المهمه هم المسؤولين. صحيح. المسؤولين عن التحكيم. صحيح. والمسؤولين عن التحكيم عاده ما بيعملوش الكلام ده للاعلام. بيعملوا الكلام ده للحكام نفسهم. مظبوط. في جلسات التحليل. صحيح. يمكن احنا مرينا بتجربه يمكن الفتره اللي فاتت، وكان مارك كلاتنبرج كان هو يعني هو ما كانش فاضي طبعا، فكان بيعمل ايه؟ كانت لجنة الحكام بتعمل له ملخص لبعض الحالات، واخد بالك، وكان هو بيطلع ايه يتكلم. مظبوط. يعني نشرة جوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في هذا الأسبوع كانت هناك بعض الحالات، بيعمل لنا موجز موجز الأخبار. أيوه موجز الأخبار. وغالبا كان بيطلع كل القرارات صح. تمام. وده كان بيحطه هو في موقف محرج. فتخيل لما رئيس لجنة الحكام أو المسؤول عن التحكيم اللي مش هو بيصفر ولا اللي هو بياخد القرار بيحرجه إنه يطلع يتكلم عن قرارات الحكام، فما بالك الحكم نفسه. أحسنت أحسنت. فما بالك الحكم نفسه اللي هو يطلع يقول أنا حسبت دي ليه وما حسبتش دي ليه. تمام. فبالتأكيد بالتأكيد ومش محتاجة كلام، امبارح إبراهيم أخطأ في إنه يخرج يتكلم في الإعلام. ممتاز. لا انت هتتكلم عن صحة اللعبات، ولا انا كمان عايز اتكلم عن صحة اللعبات، ولا يهمني ولا يخصني، لكن احنا بنتكلم عن مبدأ عام. صح. والمبدأ ده اعتقد ان هو مش محتاج مننا مناقشة. مظبوط مظبوط. ده واحد زائد واحد يساوي اتنين. طيب ارجع لنقطة تانية مهمة، وهي موضوع السوشيال ميديا. انا كنت مسؤول عن التحكيم في مصر ثلاث مرات، مرة بمزاجي وكانت في من 2005 2008 واللي اشتغلت فيها كويس واشتغلت براحتي وعملت اللي انا عايزه. تمام. ومرتين كنت ببقى مضطر، يعني كان بيتم دعوتي لان في ازمه انقاذا للتحكيم، انقاذا للي بيحصل، وبقعد اربع خمس شهور وبعدين بمشي. تمام. دي حصلت مرتين. كل لحظه مرت عليا وانا مسؤول عن التحكيم في مصر وصاحب القرار، ولا اسمح بغيري يكون صاحب القرار، انه ممنوع اي اخبار تخص الحكام والتحكيم على السوشيال ميديا وخاصه الفيسبوك، وممنوع اي حكم تظهر صورته على الفيسبوك بلبس التحكيم. تمام. ممنوع اي خبر يخص التحكيم ليه، وكنت بشرح للحكام الكلام ده. انت هتكتب اي خبر، السوشيال ميديا مفتوح للكل. تمام. هيدخل مشجع لفريق معين مش بيحبك، هيخش يشتمك ويشتم المسؤولين عنك. وبالتالي انت هتجيب لنا احنا الشتيمه واحنا قاعدين في بيتنا. صحيح. عندك سوشيال ميديا، عندك فيسبوك، عندك صفحه احتفل بعيد ميلادك، عيد ميلاد اولادك،
لكن لا شيء يخص التحكيم او مباريات كنت بتديرها، ولا صورة حتى بلبس تمام التحكيم، تمام، ولا تدخل تهني حكم. صح، يعني شوف، صح، تدخل تهني حكم تقول له ايه الف مبروك، اللي هي انت هنا انت بتعمل حاجة عشان درء او منع الشبهات. مش شبهات، دي حقائق. لا، ما عشان تمنع فكرة انه يحصل اي نوع من انواع السجال والكلام والرد ويتأول الكلام ده لمصلحة فريق مين، فنقفل الباب تماما. بنقفل الباب تماما وما بنسمحش ان ممكن الكلام ده يحصل بينهم وبين بعض. بس ما نكونش احنا اطراف. مفهوم، مفهوم. وما نكونش انا طرف. فبالتالي برضو كابتن ابراهيم او اي حكم تاني بينزل صور لها علاقة بالمباريات وبالتحكيم وبالقصة دي، انت شايف ان هو على خطأ تماما. طبعا حتى لو انت عملت مباراه كبيره وتروح منزل صوره وتكتب ايه ايه قرانيه الحمد لله استغفر الله العظيم، وانا ضد الكلام الكويس، لا تمام، بس انت هتكتب الحمد لله، هتلاقي واحد دخل قال لك الحمد لله على ايه ده انت مشجع من الفرقه اللي خسرت في المباراه دي هيستلمك. بالظبط، احسن. فبالتالي احسنت. هذا الموضوع وانا مسؤول بعمله، وانا مش مسؤول، انا ماليش علاقه بقى بالامور دي، كل واحد حر. لا، احنا بنقول الصح وما يجب عشان في النهاية الكرة المصرية دي كلها تخصنا كلنا يا كابتن جمال، سواء احنا موجودين على الكراسي او لا. الحق حق ان يتبع. صح، احنا محتاجين حاجات. طب قصة، معلش انا عايز تعليقك برضو على القصة، عشان لو انت كسبت تاخد الجايزة، الفزورة بتاعت الفار اللي انا عرضتها دي انا الحقيقة لحد دلوقتي مش فاهمها. طيب انا هقول لك. شفت الصورة النيجاتيف اللي وروها لابراهيم نور الدين؟ انا شفت طبعا الصورة، ولكن عايز اقول لك حاجه مهمه. اتفضل. الفار ليس حكام فقط. تقنيه الفار هي شراكه، ودايما هفضل اقول كده، شراكه، هي مسؤوليه بين حكام والمهندس المسؤول، مدير الفار وبرودكاست ناقل تلفزيوني. وكل واحد من الثلاثه عنده مهمه، كل واحد من الثلاثه عنده مهمه وعنده مسؤوليه. تمام. على فكره حكام الفار امبارح انا بديهم امتياز كويس مبدئيا. كويس. ليه؟ لان هم تدخلوا في الوقت المناسب وفي الحالات المناسبه. تمام. وده ما يمنعش انه يختلف قرارهم مع قرار حد. لا بالعكس، ده هم موجودين عشان كده يا كابتن جمال، ده شيء عادي. هم موجودين عشان يقولوا امين بس. لا بالعكس، عشان لما يشوفوا حاجه مختلفه مع الحكم يستدعوه فورا، ولازم يكون في الوقت المناسب، ولازم تكون. ايوه، انا سؤالي هنا الواقعه دي ازاي الشاشات اللي قدامهم شاشات بيضاء ومنوره وواضحه. ما انا هكمل. الحاجة الوحيدة اللي انت قلتها في مقدمتك انا بختلف عليها. صد. هي انت بتقول طلعوا له حكام الفار، طلعوا له الصورة دي. حكام الفار ما بيطلعوش الصورة. حكام الفار بيشاوروا، قاعد في اوبريتور، دي شغلته، راجل فني مالوش علاقة في التحكيم. شغلته هدي هدي ورينا الشاشة دي، بيبقى قدامهم ست لقطات، ست شاشات للست كاميرات اللي في الملعب. ويختاروا اللقطة المعينة، يقولوا له ايه، وري له اللقطة دي. تمام. يوم هو ايه جنبه حد او على اتصال بالبرودكاستر النقل التلفزيوني، المصورين، كبير المصورين، المخرج، يبتدي يطلعوا الصوره. فدي مش مسؤوليه حكام الفار، دي مسؤوليه التلفزيون او التقني اللي معاهم. التقني اللي معاهم. مفهوم. وبالتالي حضرتك لو بتشوف تحليلات من الاخوه الزملاء المحترمين كلهم، احيانا بيجيبوا تحليلات وبيجيبوا لحاله تسلل مثلا، وبعدين تبص لقى الخطوط اللي مطلعينها مش مقنعه. صح. هو الراجل بتاع الفار عمل اللي عليه ودرس القصه وعمل العمليه وتاكد من الخبر وتاكد من القرار واعلن عنه وطلب منهم يطلعوا الصوره. فبتطلع صوره غير الصوره. مفهوم. وبيحصل هنا الشك وبيحصل هنا. طيب. الريبه. هنا تفسيرك منطقي ومقبول يا كابتن جمال، عشان بقى ما نطولش على الناس. اتفضل. اللي على الشط عوام، او اللي على البر عوام زي ما بيقولوا. على البر عوام. صح. طيب، بما اننا عوامين دلوقتي انا وانت، اتفضل. وبعدين حضرتك قلت حاجه وبداتها وقلتها اكتر من تعبير، السيستم. بدون دخول في تفاصيل، السيستم مش مظبوط. السيستم عايز تظبيط بشكل صحيح. صحيح. عايز ما نقعدش نكابر. خلينا نعترف باخطائنا، خلينا نرجع. طب انا هقول لك حاجه، انت عارف يعني محبتي وصداقتي ليك تخليني اقول لك الجملتين دول يا كابتن جمال. اكيد. ما هو انا لما بكلم الناس المحترمه اللي عندها خبره زي حضرتك كده، هيقولوا لي كلهم نفس الجمله الاعتراضيه اللي انت قلتها في النص. انت قلت لي ايه؟ انا متفق معاك يا تامر على ان السيستم محتاج تظبيط،
وبعدين الجمله الاعتراضيه دون الدخول في تفاصيل. لما كلنا ما نخشش في تفاصيل ما هو عمر السيستم ما هيتعدل. لا ما اقصدش كده، انا ما اقصدش. لا تقصد يا ريس، بس اسمعني، ما هو الفكره فين؟ عمر ما السيستم ينضبط ويتعدل الا لما يتصلح. طب هيتصلح ازاي؟ لما جمال الغندور وتامر امين وابراهيم عبد الصمد ومش عارف كل الناس اللي عندهم ملاحظات على الاشياء المشوهه في السيستم يطلعوا يقولوا يا جماعه احنا عندنا مشكله في كذا وكذا وكذا. عملت دوري على اكمل وجه، وهناك اعضاء في مجلس اداره اتحاد كره القدم ايوه هم موجودين دلوقتي ايوه، وانا بادرت واتصلت بيهم تمام، اتكلمت معاهم بكل امانه وبكل شفافيه وبكل حب وخوف على مصلحه الكره المصريه وعلى التحكيم المصري ايوه، وعملت دوري وهم مقتنعون تماما بكل اللي انا قلته كمان، والله على ما اقول شهيد، وانتهى دوري عند كده وما اقدرش اعمل اكتر من كده. طب ممكن اقول لك حاجه يا كابتن جمال؟ واذا كنت يعني حابب انه ما تيأس بسرعه او ما تستسلمش بسرعه ونقعد نرغب في الاصلاح طول الوقت، ممكن تعمل لي ورقه ما يشبه كده رؤيه جمال الغندور لاصلاح منظومه التحكيم او حتى منظومه كره القدم، لو عندك ملاحظات على سيستم اللي بتدار بيه كره القدم المصريه بصفه عامه مش بس التحكيم، وتيجي تتفضل معايا هنا ونناقشها لعلها تصل الى مسامع صناع القرار، لو خدوا بعضها خدوا جزءها يبقى احنا استفدنا. قوي قوي، ده انا اتشرف بكده، كفايه ان انا اكون معاك واطلع معاك. حبيبي يا جيمي حبيبي، ربنا يعزك. التلفزيون ده بالنسبه لي شرف كبير وبالنسبه لي مكسب كبير. يا حبيبي ربنا يعزك. في نفس الوقت عايز اقول لك على 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 حاجه. اتفضل. يعني مش انا لوحدي على فكره. في كتير مصريين حكام. ايوه. ما لهمش مصلحه شخصيه، ما لهمش مصلحه خاصه. تمام. يحبوا التحكيم جدا، يتمنوا اصلاح التحكيم. ويتمنوا ان احنا نشوف التحكيم في صوره كويسه لسبب واحد او لعده اسباب، منها ان وانا قاعد في بيتي دلوقتي، وانا قاعد في بيتي بعد التاريخ اللي انا عملته في التحكيم ده، انا بقى احيانا بحس بالمهانه لما بتفرج على حاجات وبشوف حاجات بتسيء ليا انا. وصلت الرساله، اجهز بالرؤيه واجهز بالورقه وكلمني قول لي انا جاهز. ان شاء الله حبيبي يا كابتن جمال، ما تحرمش منك. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب يا رب يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. الحكم الدولي الكبير كابتن جمال الغندور معقبا على حال التحكيم في مصر، والحقيقة بعد كلامه مفيش كلام.